فهذه جاءت استجابة للنداء الذي وجهته جمعية هيئات المحامين بالمغرب لجموع المحاميات والمحامين المغاربة من أجل التضامن وإرسال كلمة محامية والمحامين إلى الشعب الفلسطيني بأننا معهم ونساند كفاحهم المشروع، والحرب التي لم تتوقف والقصف والدمار الذي لم يتوقف منذ يوم السبت الماضي. بالنسبة لنا احنا نرى بأن هذا الموضوع الذي يهمنا نحن هو أنهم محامون، الموقف ديالهم كان دائما واضحا بأنهم مساندون للكفاح الفلسطيني، وأغلب القيادات في المحامين هي مع الشعب الفلسطيني وتناضل في إطار منظمة مساندة للشعب الفلسطيني. هناك تنسيق يقوم به اتحاد المحامين العرب من أجل الكشف عن جرائم الكيان الصهيوني ومقاضاتهم على مستوى المحاكم الدولية. ستكون هناك مسيرة وطنية سنساهم فيها كمحامون بالبدل، وسنذهب إلى المحافل الدولية المحكمة الجنائية الدولية من أجل دعوتها، كذلك إلى بحث تحقيق لأنه في هذا تحقيق الحقائق واضحة. كذلك لدينا محطي المؤتمر الدولي للمحامين في روما سنتواجد فيه وسنبحث عن شركاء وداعمين لهذه القضية العادلة، والمحامون في العالم الشرفاء لا يمكن الا ان يصطفوا مع القضيه الفلسطينيه. كانت هناك الان سنبدا، ولكن كانت هناك مبادرات سابقه من اجل فتح نقاش مع المدعيه العامه للمحكمه الجنائيه الدوليه، لان نعتقد على ان هذا الموضوع سيتخذ زخما كبيرا وسنبادر الى الاسراع بهذه المسطره.